ابتدت تمرينة النادي الأهلي وشفنا منها لقطات نعرف منه التفاصيل. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميلي عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن احمد رضوان بكرة النادي الاهلي ونادي القناه ونادي المسار للاتصالات. يعني اخر ايام الموسم، مباراه وحيده متبقيه في مواجهه سيراميكا ان شاء الله هتكون يوم الثلاث اللي جاي. تكلمنا كده على طبعا بعد خساره من 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 طلاع الجيش بنتيجه 1-0، كلمنا كده على الحاله العامه في الملعب، اللعيبه، التفكير في مباراه سيراميكا ازاي؟ يعني خليني ابدا بنفس الكلام انت قلته في مقدمتك يا احمد، انت اتكلمت ان دي مرحله الفرصه الكامله. طبعا كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي واضح وصريح، هو استكمال الموسم باللاعبين الناشئين والعائدين من الاصابه بعد فتره. زي ما انت قلت دي فتره يعني زي ما نقول الفرصه الكامله، عدد كبير جدا من اللاعبين الحمد لله ظهروا وطمنا على مستواهم وخدوا فرصتهم كامله، سواء من اللاعبين اللي كانوا غايبين لفتره طويله الاصابه او كمان الناشئين. يمكن ده كمان بيظهر في زي ما انت قلت في اخر تدريب النهارده وبكره للفريق احمد خلال هذا الموسم. يمكن التدريب بدا فيه تمام السادسه سبق، وطبعا كان محاضره نظريه في غرفه المحاضرات للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها نزل اللاعبين لارض الملعب. طبعا مجموعه اللاعبين اللي لعبت الماتش امبارح بشكل اساسي طوال ال 90 دقيقه يمكن بس اكتفوا بالتدريبات في الجيم بعض التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه البسيطه، وبقيه المجموعه التي لم تشارك او شاركت في جزء صغير من المباراه كانوا موجودين في الملعب وبيتمرنوا بشكل كامل. كان التدريب زي ما قلت لك بدا في السادسه. ابرز طبعا يعني الوجوه الموجوده في التدريبات هو اكرم توفيق اللي ظهر بشكل اكثر من رائع، واعتقد يعني ليه فرصه كبيره جدا ان احنا نشوفه ولو لبعض الوقت بكره، خاصه عشان جماهير النادي الاهلي تطمن عليه قبل يعني نهايه الموسم. وزي ما انت قلت يعني مقبلين على فتره اعداد ان شاء الله يكون الفريق بكامل النجوم موجود فيها. عايز اطمنك ان عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كانوا غايبين للفتره الماضيه للاصابه الحمد لله موجودين، عدد كبير جدا منهم خلاص وصل للمرحله النهائيه في برنامجه الاستشفاء والتاهيلي. محمد شريف، طاهر محمد طاهر، عمرو السوليه كمان يعني النهارده موجود، احمد ياسر ريان موجود في تدريبات الفريق الجماعيه مع الفريق، خاصه يعني في ظل تقييم الجهاز الفني او مجلس الاداره ولجنه التخطيط ليهم مستواه سواء بالبقاء مع الفريق او الحصول على فرصه في مكان تاني. عدد كبير جدا من اللاعبين اطمنا عليهم، علي معلول كمان الدكتور احمد ابو عبله بيتابع معاه بشكل دقيق الحمد لله، انهى برنامجه الاستشفاء وان شاء الله يكون موجود بشكل كامل مع الفريق مع بدايه فتره الاعداد. زي ما انت قلت يا احمد خلاص فاضل تدريبتين في الموسم سواء النهارده وتدريبه الغد، ومن بعدها ان شاء الله هيكون اخر قائمه للفريق هذا الموسم، هيعلنها الجهاز الفني بعد مران الغد باذن الله. سيلعب من القدس يعني سيراميكا كليوباترا في اخر مباراه الموسم ان شاء الله، زي ما بنقول موسم يعني للتعلم للخبره، وان شاء الله بدايه من الموسم القادم يرجع النادي الاهلي ويفرح كل الجماهير وان شاء الله يكون العلامه الكامله في كل البطولات باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل نادي الاهلي الجزيره. دي اخبار تمرين